بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الاعزاء، جمهورنا على البركه، ينطلق شوطنا الخامس والدفعه الثانيه للابكار المحليات الاصايل. ما شاء الله لاصحاب السمو والشيوخ ما شاء الله المتواجده هنا مع هذا الانطلاق ومع هذا الاندفاع. 30 تقريبا نقطه و30 شعار هنا يتواجد مع هذا الانطلاق الجميل والموفق، ونتمنى دائم التوفيق والناموس للأخوة المشاركين. صدارتنا هناك مع اللي في المركز الأول لسيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوب مع محمد بن عبيد بالدبيل، هو المتواجد ما شاء الله اللي هي بن صوغان. نقلتنا على ثاني المراكز مزعلة لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم أحمد بن سلطان بن رشيد، وفي المركز الثالث تندغل ثاني المراكز ما شاء الله صعيبة عبد الله بن محمد بن يابر الحربي، بينما اللي في المركز الثالث اللي هناك الصايلة للسيد حميد بن راشد الغويس السويدي، وفي المركز الرابع اللي في المركز الرابع والخامس والسادس كلهن تعود ملكيتين لسيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد مكتوم أحمد حمد بن راشد بن غدي الاجتماعي. نقلتنا على سابع المراكز هناك من تأتي من الجانب الثاني اللي هي الشاهينين لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد مكتوم محمد عبد الله بن صبيح، وفي المركز الثامن السيري لهجري الشيحانية سلطان بن محمد الوهيبي. تاسع المراكز من تأتينا مستمعين العزاء صبرت لسيد عمير بن الصغير بن قنون بن محمد بن يراده الاشتمي، وفي المركز العاشر هنا تأتي سليلة هجن الشحانية سلطان بن محمد الوهيبي. ها هي النتيجة أيها الإخوة، كانت للمراكز العشرة التي خصصت من قبل اللجنة، ذعناها عليكم بالوصف التفصيلي. ما شاء الله وما زالت من تقود هذا الشوط، من مسيطرة، من معاصرة على هذا الموكب الجميل ما شاء الله الشاهينية لسيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم مع حمد بن راشد بن غدير الاجتبي. ما شاء الله تبارك الرحمن على هذا الأداء الجميل والموفق حتى هذه اللحظة اللي يقدم هجن أصحاب السمو الشيوخ. ما شاء الله ثاني المراكز وصلت صعيبة الصعيبة على ثاني المراكز، ودائما هنا مع الحربي تأتي مع أصعب المواقف عبد الله بن محمد بن جابر الحربي، دائما هنا مع التحدي. نقلتنا على الصايلة ثالث المراكز للسيد حميد بن راشد الغويص السويدي، أيضا من يأتي هنا مع الصايلة التي تصول وتجول بالحقيقة على أرضية ميدانها، بينما اللي في المركز الرابع اللي في المركز الرابع من تأتي اللي هي مزعلة لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم، يلا يا الخطير أحمد بن سلطان بن رشيد راعي البطل، هنا أيضا مضمر البطل. نقلتنا على المركز الخامس والسادس الشاهينية والشاهيني لسمو الشيخ حمدان بن راشد سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم حمد بن راشد بن أهدي. نقلتنا على سابع المراكز السهلية لهجن الشيحانية، أيضا ثامن المراكز أيضا السهلية لهجن الشيحانية سلطان بن محمد بن سالم الهويبي، وفي المركز التاسع الشاهينية لسيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم حمد بن راشد بن غدير السهلية، على عاشر المراكز لهجن الشيحانية مع سلطان بن محمد الوهيبي. ما شاء الله العملاق متواجد. ها هي النتيجة، هكذا كانت النتيجة هنا في ندائنا الأول في تقريرنا الثاني بالبصر التفصيلي لهذه الهجن هنا مع هذا الانطلاق مع هذا الاندفاع. والشاهينية بدأت تغلص الفارغ، بدأت تندفع على المركز الأول، بدأت تأخذ حيز وكوكبة هنا باندفاعها مع شعارها، بدأت تسحب جماهيرها بخلفها لكي تراها من جديد. صعيبة صعيبة على المركز الثاني للسيد عبد الله بن محمد بن يابر الحربي ما شاء الله، أيضا يتواجد صايلة ثاني ثالث المراكز سيد حميد بن راشد بن حميد الغويس السويدي، وفي المركز الرابع. ولكن الكيلو الأخير، الكيلو الأخير، الكيلو الخطير، الكيلو الذي يودع هذه السلامات وهذه الأداء وهذا الأداء الجميل والموفق ما شاء الله. الشاهينية طارت، الشاهينية وبقول طارت الطيارة، وهنا حلقت على مدرج هذا الميدان الباهي، هذا الميدان الراقي ما شاء الله بكروراته وأحداثياته الجميلة.
ميدان الطي وميدان الضوء بما يرتقي في كل أسبوع بأداءه الجميل. ما شاء الله، انظروا أيها الجماهير، انظر الجماهير يا شاهينية، انظري خلفك أمامك، انظري إلى الأمام، هناك خط النهاية. من هذه اللحظات يرتفع مرحبا بك، يرتفع مرحبا بهذا الشعار وبالشاهينية وبمقام سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم. ما شاء الله تبارك الرحمن على هذا الأداء الجميل والموفق. والسلام الثالث هناك يذهب إلى محمية ند الشبا، محمية ند الشبا التي دائما تعرف أين الموقع، التي دائما تخبي أسرار كثيرة، كؤوس، سيوف، سيارات، كل ما يتواجد من جيد في هذا العالم هناك يتواجد في هذه المحمية. تهانينا للمقام السامي، تهانينا لسيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم. شكرا يا الوافق على أدائه هجن سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم. هاي لحظة وصوله المركز الثاني السيرية هجن الشحانية، المركز الثالث صعيبة للسيد عبد الله بن محمد بن جابر، رابع المراكز سمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم، المركز الخامس اللي في المركز الخامس لسيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم. ما شاء الله شاهينية متألقة من عن لوحة 1500 بدأت تندفع وتنفرد بمقدمة الشوط، 6 دقائق 16 ثانية، وما شاء الله أيضا 71 ثانية. تهانينا والناموس سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، التهاني دائما موصول للواثق حمد بن راشد من الغدير الاجتماعي.